عليكم. اليوم جيتكم بفيديو جديد من باب الحارة بشخصية أبو جودت. مش هلا ما حدا إجا. تعرف يا سعيد على هيدي الكلمة اللي قلتها رح خليك تخبي الحبوس. شوف مين يا نوري. لك سيدي بكرة بالمحكمة خلص حالك اللي كنت جعان. طيب رح تكون معاك المحكمة سيدي. تطول لسانك على الحكومة سيدي. شوفي يا نوري جايبين المجرمين وصلوا وجايبين معهم بفطور فبدخلوهم بخليهم برا. لا دخلوا نشوف شو بدهم. لحظة بالدور سي شرف سي جسم مرحبا بجودات. أهلين أهلين نوعين أهلين بزيت الجاهل سي عصام. فيكم جيدنا شو هات سيدة عصام شو جاي معك؟ بدل الفطور للسعيد الشباب. بس أنا شايف نحن ما نشوية شو سعيد بيقلها نية. قلت لحالي بيطبخن بكيفه على الحبس. جاي نحط على الطاولة هاي حاجات سيدة عصام. إن شاء الله صحتين وهنا. أنت شو جاي معك بالسفرطاس؟ جاد دراف. الله ليه الأشعك خير؟ ليش بقى؟ هلا بتشوف شو بدي يصير بأبو غالب. وإذا شو جاي بصديق أبو غالب؟ جيب له مجدرة بالزيت البلدي الحلستاني واثنين بصل بحبه بقلبه. والله وبعدين مجدر على كيف رح سيدي. مجدر لكان. حلوة الأكل خصوصي مع الفخلات. خرب بيتها. لكن شو عم تخبقوا لحالك؟ شوف سيد حساب شو جايب. شوف طص فخذ لحمة بحالة وحلب ملانة. شوف طص صحيح سيد عصام. شو في بعد على كله؟ شي سيدنا في شوية طيب على شوية معمولة على شوية برازي وعلى شوية حلو. بس أنا هلأ اشتلك إنه الحق على أبو غالب. لا لا تعم تسوي عسولة سيد سعيد. انت واحد طلالي ومواصي. سامحوا سيدي سامحوا سوري سعيد سامحوا ما بدي منه شيء. وأبي بقول لك سامحوا لأنه جاي معتر. ماشي انت غالي علي كتير اجب سيد الوالد. ولو ما هيك كنت خليتي تخبي الحبوس هذا المشكلة. شو صابت لما جدرة تعبها؟ لا أبو غالب المرة رحت تفاعد سيد عصام بس مرة تانية كسم العظم مش رايح من وين إلا بفرقة. أمك سيد أمك الله خليني الحكومة سيدي. بس شوف سعيد باعتبارها من هالليلة إذا ما فايقك هذا الضلال على السحور بتخبرني عامل له بدان ما ينساب حياته. هلا سيدي خلينا نمشي هلا بيطر بالمدفع. معكم بعداية الله بس ما تنسوا تسلمونا على سيد الوالد. خذ مجدرتك معك لأن صديقك أبو غالب بحبك كتير وخصوصي مع فحلين بصل وزيت حلستاني ومخلل. يا روح خذها وروح وخلص يلا.